بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 193. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في صدر هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات باب موانع الشهادة: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل يراد به بيان الشهادة على الشهادة، بمعنى أن الشاهد يحمل شهادته شخصا آخر يؤديها نيابة عنه، وذلك إذا تعذر أداؤه لها عند الطلب. وتحمل الشهادة على الشهادة هذا يجوز بشروط. الشرط الأول أن يتعذر أداء الأصل، أن يتعذر أداء الشاهد الأصل لشهادته بسبب مرض يقعده عن الوصول إلى مجلس الحاكم، أو موت، أو غيبة بعيدة، انقطاع سفر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الشهادة في حقوق الآدميين لا في حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن حقوق الله مبنية على الستر، ولا يجوز الشهادة على الشهادة فيها. الشرط الثالث أن تكون شهادة الفرع بإذن من شاهد الأصل، يعني بأن يقول له: اشهد أني أشهد بكذا وكذا، أو يسمعه الفرع يؤديها عند الحاكم. فإذا توافرت هذه الشروط جازت الشهادة على الشهادة للحاجة إليها، لئلا تضيع الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. هذا الشرط الأول لجواز الشهادة على الشهادة، أن تتعذر شهادة الأصل إما بموته، وإما بمرضه، وإما ببعده مسافة قصر فأكثر. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل. هذا الشرط الثاني، أنه يشترط لشهادة الفرع أن يسترعيه شاهد الأصل، بمعنى أن يأذن له ويحمله الشهادة على شهادته. فإذا لم يحمله ولم يأذن له، فإنه لا يجوز للفرع أن يشهد. نعم. فيقول: اشهد على شهادتي بكذا. نعم. قال: إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. نعم، إما أن يحمله إياها ويأذن له بتحملها وأدائها نيابة عنه،
وإما بأن يسمع أي شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل يؤدي الشهادة عند الحاكم. نعم. أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. أي نعم. أو يعزوها إلى سببها، إلى سببها بأن يشهد على بيع أو على قرض، أو يعني يذكر العقد الذي شهد عليه. نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان. هذه مسألة لا ليست من اختصاص الشهادة على الشهادة، وإنما هي مسألة في كتاب الشهادات عموما. نعم. وهي أنه إذا شهد شهود على شخص بالمال ثم رجعوا عن الشهادة بعد حكم القاضي فإن حكم القاضي لا ينقض، ولكن يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم، يغرمون المال الذي فات بسبب شهادتهم ولا ينقض الحكم. نعم. قال ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. أما من زكاهم فلا يلزمه ضمان لأنه لم يشهد على المال، وإنما شهد على ظاهر حال الشهود، شهد على ظاهر حال الشهود، ولم يحكم بالمال بتزكيتهم، وإنما حكم بشهادة الشهود. نعم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. هذا كما سبق أن البينة، إما أن البينة في الأموال إما شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل ويمين المدعي. فإذا قضى القاضي بشهادة رجل واحد ويمين المدعي ثم إن هذا الشاهد رجع فإنه يغرم المال كله. أما في المسألة الأولى إذا شهد شاهدان على مال وحكم القاضي بشهادتهما ثم رجع فإنهما يغرمان المال نصفين، كل واحد عليه النصف. أما إذا في هذه المسألة فليس هناك شاهد آخر، نعم، وإنما هي يمين المدعي، فيرجع الضمان كله على الشاهد، على الشاهد الذي حكم بشهادته مع يمين المدعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. نعم. لا يستحلف في سبق. نعم. سبق لنا أنه إذا ادعى على شخص فإنه يطالب بالبينة، فإنه يطالب بالبينة. نعم. فإن أقامها حكم له، وإن لم يقم بينة فإن اعترف المدعى عليه حكم عليه بإقراره، وإن أنكر فإنه تطلب منه اليمين ويبرأ، بقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الباب أو هذا الفصل هو في يمين المدعى عليه، كيف تكون وصيغتها وتغليظها وما أشبه ذلك مما يتعلق باليمين. نعم. قال: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. نعم. اليمين على المدعي، اليمين على المنكر، اليمين على من أنكر، على المدعى عليه. نعم. ولكن لا تكون في حدود الله، فإذا ادعي عليه بأنه ارتكب ما يوجب الحد ولم يأتي المدعي ببينة فإن المدعى عليه يترك ولا يحلف، لأن حقوق الله مبنية على الستر، على الستر، ولا يحلف المنكر، كما لو ادعي عليه أنه لم يؤدي الزكاة فقال إنه قد أداها فلا يحلف، أو ادعي عليه أنه لم يصلي فقال إنه قد صلى فيترك ولا يحلف إنه صلى أو إنه أدى الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. نعم، في العبادات كان يدعى، كان يدعي عليه أحد أنه لم يصلي، يقول فلان ما يصلي، فإن أقام هذا القائل بينة أن فلان ما يصلي حكم بها، وإن لم يقم بينة فإنه لا يطلب من المدعى عليه اليمين. هذا في العبادات. في الحدود، لو ادعى مدعون على شخص أنه زنى مثلا، فإنهم يطالبون بالبينة، فإن لم يأتوا بالبينة وجب عليهم حد القذف. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا لم يأتي من ادعى على شخص بحد من حدود الله، لم يأتي بالبينة المطلوبة، فإنه لا يحلف المدعى عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال ويستحلف، لأن الحدود مبناها على الستر. نعم، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا إنما يستحلف المنكر في حقوق الآدميين إلا ما استثني. نعم، إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وعد أمورا في كل حق لآدمي ما عدا هذه الأشياء، ما عدا هذه الأشياء التي استثناها، وهي النكاح. فإذا ادعى النكاح ولم يقم بينة على دعواه، فإنه لا يطالب المدعى عليه باليمين. نعم، والطلاق لو ادعي على شخص بالطلاق ولم يأتي المدعي ببينة، فإنه لا يطلب من المدعى عليه اليمين إنه لم يطلق. نعم، والرجعة لو ادعي على شخص أنه راجع زوجته، أو ادعى شخص أنه راجع زوجته. نعم، وأنكرت الزوجة أو وليها، فإنه لا يطلب من المدعي اليمين، مدعي الرجعة. نعم، والإيلاء كذلك، وهو الحلف أن لا يجامع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، لا يطالب فيها بالبينة، لا يطالب فيها باليمين على من أنكر. من ادعي عليه أنه آلى وأنكر ذلك لا يطالب باليمين. نعم، وأصل الرق لو ادعى شخص على شخص أنه عبد الله أو أنه رقيق له وأنكر المدعى عليه، لم يحلف المنكر لأن الأصل الحرية. نعم، والولاء كذلك، لو ادعى شخص أنه اعتق هذا الشخص وأن له عليه الولاء فأنكر المدعى عليه، لم يحلف لأن الأصل الحرية. نعم، والاستيلاد لو ادعى شخص أنه أولد هذه الأمة، وأنها ولدت منه في ملك يمينه، وأنكرت ذلك، فإنها لا تحلف لأن الأصل عدم الولد. نعم، والنسب لو ادعى شخص أنه من بني فلان وأنكر المدعى عليه، يعني ادعى شخص أنه ابن لفلان، وأنكر المدعى عليه، لم يحلف. نعم، والقود كذلك، القود لو كل هذه حقوق آدميين لا يطالب المنكر فيها باليمين. نعم، والقذف. نعم، كذلك لو ادعى شخص على شخص أنه قذفه ولم يقم المدعي بينة، لم يحلف المنكر لأن هذا حد من حدود الله. نعم، واليمين المشروعة اليمين بالله. نعم، لما فرغ من بيان ما تطلب فيه اليمين انتقل إلى صيغة اليمين وهي أن يحلف بالله، لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم فيحلفان بالله. فاليمين إنما تكون
بالله جل وعلا بلفظ الجلالة، بلفظ الجلالة، كأن يقول والله ما فعلت كذا، أو بالله ما فعلت كذا، أو تالله ما فعلت كذا. نعم. ولا تغلظ إلا فيما له خطر. خطر، تغلظ اليمين فيما له خطر، أي شأن. أي نعم، أي شأن ومكانة. أما الأشياء اليسيرة فلا تغلظ فيها اليمين. والتغليظ في اليمين يكون بثلاثة أشياء، إما في اللفظ، وإما في المكان، وإما في الزمان. تغليظ في اللفظ كان يقال له قل والله الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب أني لم أفعل كذا، أو ليس عندي كذا، فتغلظ عليه من أجل أن يرتدع ولا يحلف ولا يقدم على اليمين إلا وهو صادق. هذا التغليظ في اللفظ. تغليظ في المكان كأن يحلف في المسجد أو في الروضة النبوية الشريفة أو بين الركن والمقام، فهذا التغليظ في المكان. تغليظ في الزمان كأن يحلف بعد العصر، قوله تعالى تحبسونهما بعد الصلاة، أي صلاة العصر، فيقسمان بالله. نعم. إذن القول أنه يحلف على المصحف هذا ليس وجها شرعيا موجود؟ لا، التحليف على المصحف هذا من فعل العوام، ليس له أصل في الشرع. نعم. ولا يزيد ولا ينبغي أن المصحف يتخذ ويمتهن للأيمان، ربما يكون كاذبا فيمتهن المصحف في ذلك. نعم. التغليظ لا يكون بحال هذه الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. كتاب الإقرار هو الأخير من هذا الكتاب، والأخير من مباحث الفقه. والإقرار هو الاعتراف بالشيء، وهو إخبار عما عنده أو في ذمته. والإقرار بالحق واجب، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فالإقرار بالحق واجب، ولا يجوز جحد الحقوق، حقوق الناس، لما في ذلك من الظلم والتعدي. وهذا الكتاب يذكر فيه شروط صحة الإقرار وبيان ما يترتب على الإقرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. هذه شروط صحة الإقرار. يصح الإقرار من مكلف، يخرج بذلك إقرار الصبي، إقرار الصبي والمجنون، فلا يصح، والنائم، فلا يصح إقرارهما أو إقرارهم لأنهم غير مكلفين، إلا المراهق الذي أذن له بالتصرف ليختبر، فيصح إقراره في حدود ما أقر به. نعم. مختار. وكذلك نعم. قال: يصح من مكلف مختار. الشرط الثاني أن يكون المقر مختارا، يخرج بذلك إقرار المكره، إذا أكره على الإقرار فإنه لا يعتبر إقراره، لأن فعل المكره غير منسوب إليه. والله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا أقر مكرها فإنه لا يعتبر إقراره ولا يحكم به، لأنه لم يصدر عن اختيار. نعم.
غير محجور عليه أو غير محجور عليه. الشرط الثالث أن يكون المقر غير محجور عليه لسفه، فإذا كان محجورا عليه لسفه فأقر بمال فإنه لا يعتبر إقراره، لأنه محجور عليه بمنعه من التصرف في ماله حفاظا على المال من الضياع، لأن السفيه يبذر ويضيع المال. ومن ذلك إذا أقر لأحد فإن إقراره غير معتبر. نعم. قال ولا يصح من مكره، هذا رجوع على بيان المحترزات. نعم فلا يصح الإقرار من مكره، هذا سبق أنه لا يصح إلا من مختار. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. نعم، إذا أكره على مال وعلى وزن مال، يعني على مقدار من المال، إذا أكره على مقدار من المال فباع ملكه لأجل أن يتخلص من هذا الإكراه فإنه يصح البيع وإن كان ناتجا عن الإكراه، لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على الإقرار، ولم يكره على البيع. وقد سبق أنه من شروط صحة البيع أن يكون البائع مختارا، أن يكون البائع راضيا بالبيع، اشترط التراضي بالبيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. إلا في هذه الصورة إذا أكره على مال مقدر ولم يجد مجالا للتخلص من الإكراه إلا أن يبيع ما ملكه فالبيع صحيح، لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على الاعتراف والإقرار فقط. نعم. هذا الإكراه على البيع لا يكون إكراها على الدفع؟ لا، يصح البيع؟ لا، بإمكانه أنه تخلص من الإكراه بغير البيع، مثل اقتراض. نعم. اقتراض أو استيهاب أو غير ذلك، أو طلب إعانة. نعم. السلام عليكم. قال ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه. المرض لا يمنع من صحة الإقرار، فإقرار المريض كإقرار الصحيح، لأنه اعتراف بحق وجب عليه، ولأن المريض أقرب إلى أن يصدق، أقرب إلى أن يخاف من الله عز وجل ويبرئ ذمته. إلا إذا كان إقراره في حال المرض لوارث من ورثته فإنه لا يصح إقراره، لأنه متهم في ذلك. نعم. قال إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل. أي نعم، يصح إقرار المريض لأجنبي، أما إقرار المريض لوارث فلا يصح، لأنه مثل الوصية للوارث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. نعم، إذا اعترف أنه لم يدفع الصداق لامرأته وهو مريض فإنه يصح ذلك ويكلف بدفع المهر، لا بموجب الإقرار، لأن الزوجة وارثة فهو لم يكلف بموجب الإقرار، وإنما كلف بموجب عقد الزوجية، لأن المهر ثابت بعقد الزوجية ولم يثبت بالإقرار. نعم. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. المريض إذا أقر أنه طلق زوجته طلاقا بائنا في حال صحته فإن الطلاق يقع، ولكنه لا يمنع الإرث، لأن الطلاق غير متهم فيه واعترف على نفسه به، ولكن الإرث حق للغير فلا يسقط بإقراره لأنه متهم بحرمانها. نعم. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا
لم يلزم إقراره لا أنه باطل. نعم، إذا أقر في مرضه لوارث هذا سبق أنه لا يصح. نعم، لكن لو صار هذا المقر له عند الموت غير وارث، كان أقر لابنه، أقر لابن ابنه. نعم، أقر لابن ابنه وابنه موجود. نعم، فإن ابن الابن محجوب، فيصح الإقرار في حينه لأنه لغير وارث. لكن لو صار هذا المقر له عند الموت غير وارث، كأن مات الابن وبقي ابن الابن، فإن الإرث ينتقل إليه، فصار عند الموت وارثا، فالإقرار يكون غير صحيح، يكون الإقرار غير لازم إلا بإذن الورثة. نعم، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يعني غير وارث. نعم، لم يلزم إقراره، لكنه يصح. فإذا أجاز الورثة ذلك صح الإقرار. بل هو صحيح، إقرار صحيح، لكن يكون موقوفا على إجازة الورثة. نعم، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. نعم، اعتبارا بحالة الإقرار، أقر لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا، فإن الإقرار يكون صحيحا اعتبارا بحالة الإقرار، لأنه حين أقر له وهو غير وارث. نعم، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. نعم، إذا أقرت امرأة على نفسها بنكاح لرجل فإنه يقبل، لأنها أقرت بحق عليها، والإنسان إذا أقر بحق عليه صح إقراره، إلا إذا كان ادعاه اثنان فإن هذا الإقرار لا يصح. نعم، يعني عدم صحة ادعاء اثنان لأن يتنازع فيه أكثر من واحد، كل واحد يقول أنا زوجها، هذا لا يمكن تصحيحه. بخلاف الصورة الأولى يمكن تصحيحه. نعم، وإن أقر وليها بالنكاح، يعني لو ادعى عليها بأنها زوجته فاعترفت، فإنه يصح اعترافه وتكون زوجة له. أما إذا كان المدعي اثنان، كل واحد يدعي أنها زوجته واعترفت هي لهما، فإن هذا إقرار غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون للمرأة زوجان في آن واحد. نعم، وإن أقر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له صح. نعم، إذا أقر وليها أنه أنكحها فلانا صح إقراره، لأنه وكيل عنها، وإذا اعترف الوكيل في حدود ما وكل فيه صح ذلك. نعم، أو من أذنت له، هي ما لها ولي لكن أذنت لمن يعقد لها، فاعترف المأذون لأنه زوجها، فإنه يؤخذ بهذا الاعتراف لأنه نائب عنها ووكيل عنها. نعم، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. إذا كان هناك شخص مجهول النسب لا يدرى ممن هو، ضايع. نعم، مثل ما سبق في باب اللقيط، إنسان ضايع لا يعرف له نسب، ثم جاء شخص وادعاه، فإنه يحكم له به، لأن هذا من مصلحة المقر له، لأجل يثبت نسبه ولا يكون ضايع ليس له نسب. نعم، فإن كان ميتا ورثه، فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر، لأنه ثبت نسبه بإقراره. نعم، وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح.
نعم، هذا هو الأصل في باب الدعاوى. إذا أقر على إذا ادعى على شخص، إذا ادعى على شخص بمال أو بشيء أو بحق فصدقه المقر، قال صحيح أو نعم أو هذا له عندي، فإنه يحكم بالإقرار ولا يحتاج إلى بينة، ما يحتاج إلى أن يقال للمدعي هات بينة، لأن المدعى عليه اعترف بذلك، والاعتراف أقوى من البينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عذر لمن أقر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.